هنروح للطقس. الأرصاد بيتوقعوا أن يسود غدا طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. هتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد. أما بالنسبة للرياح فالرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط على سيناء وجنوب البلاد وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، وهتؤدي إلى اضطراب الملاحة. أما حالة البحر المتوسط فهي معتدلة، ارتفاع الموج من متر لمترين. حالة البحر الأحمر أيضا معتدلة، وارتفاع الموج من مترين لمتر. الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية، والبحر المتوسط شمالية غربية أيضا.